أهلا راديو راسين كريم كاملة معاكم مستمعينا. السؤال يقول شكون سجل في بطولة تونس 93-94 خمسة أهداف في مرمى ثلاثة حراس في نفس النهار؟ هاي شكون سجل في بطولة تونس 93-94 خمسة أهداف في مرمى ثلاثة حراس في ماتش مرمى نفس النهار؟ عايدي الحمدوني ماتش واحد في ماتش واحد هي. زبير بايا خمسة بونتو ويت خمسة بونتو ثلاثة حراس مرمى بدلوا الحراس بدلوا في بارتي فما دو بارتي كوب بارتي كوب شكون هما يلا اما ليه بعد ليه دو جارديان تجي تدخل الجوار بعد دخل هاي جوار يولي يا جارديان شد جول مرة سراج الدين الشيحي ان توكا هو يعطيو فيك في الاجابه تو انس لانه على الباج فيسبوك هذوما نورمالمون هذه المباراه يستناونا شويه حتى نعطيو الاجابه بعد يحطوا لك الفيديو عرفت انت يا صعيب ياسر شكون جمال الامام هو جمال الامام جو من اشهر المباريات اللي تلعبت في تاريخ الرابطه التونسيه المحترفه الاولى لكره القدم كانت نهار 17 أبريل 1994 ان توكا الفيديو تقول عام 50 في مباراة جمعت ما بين الملعب التونسي وشبيبة القيروان 5-0 في ملعب شادلي زويتن ربي ان شاء الله يفك اسره شادلي زويتن جمال الامام سجل وحده 5 أهداف في مرمى شبيبة القيروان المناعي العلاقي هذوم الحراس وجوار والتناز هو يذول لي جوار خاطر الزوز خرجوا يذول لي اقصاء يذور لي انه هذا المنطقي يا واحد تضرب واحد اقصاء ولا تضرب ولا زوز اقصاء ولا زوز ضرب فوالا كوبونتو ديريكت تحت جمال الامام جوار كبير بيان سور جوار كبير الامام الزوز كبير وصغير يدريب بالكدا ويصنع لك الحدث جناح كور في في فين في ستاد بعد مشى يلعب بعد ستاد مشى ستاندار دو ليج ستاندار دو ليج ستاندار دو ليج من اول المحترفين اللي مشى وبعد الكلوب من بعد رجع للستاد ومن بعد الكلوب جمال الامام عنده بالنسبه لي انا في تاريخ تونس اقوى سونتراج بروسي اللي يعرفوه سونتراج بروسي اللي بالداخل القدم القدم حاجه ما صارتش معناتها سواء في الكورنير ولا في الكفرة ولا لي سونتراج نتاعو كان يعمل كارير خير راهو ما عرفش كان صحيح كونتر المغرب كالفانت اللي عملها وبعد خرج سونتراج اي مارك البونتو اي وفما وقت عبد اللي ولا شكون الاصعب عبد اللي وقتها اللي ربحناه موني 2-1 وحتى الماتش اللي غادي كادوزادو وكونتر مصر كونتر مصر زيرو في مصر ما تتخيلش الحسرة عند اللاعبي الكرة القدم في الكاليتي متاع كيفاش كانوا يكاوروا يلعبوا أحسن أهداف سجلوهم مالوغوزمون اليوم كيف يشوفوا الكاميرا اللي تتبع الجوار تبدأ بريسك معناتها تشوف التالون متاعه كيفاش يضرب على الجازون والكرة وهما هدفها هكا بعيد وانت انت علاش قلت لجمال الإمام؟ خاطر قلت سراج الدين الشيخ سراج الدين الشيخ واش هداف يا لا ما عادش علي تو كخوا كو انا نعرف جمال الامام لا جو خلطنا عليه ما نعرف لا لا ما تبعش اما هو بالحق تصور معناتها تشوف عش الناس كوره ما تراهيش الكوره ساعات اي مي زاد ريت الكاليتي ديماج هذيك والواحد نوستالجيك ليبوك كامله انا ساعات نحط في تعملوا في نوبه ثلاثه اسمع ساعات نحط ماتش قديم فينال لو في الكلوب مثلا عام 80 هذيك ولا تاع القبنطيني وكذا تتفرج في حاجات الور لا تفرج في 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 تاريخ كامل نتاع بلاد انا مش نحكي على المتفرج نحكي على الكوارجي كان ومغني صوت ما تسجلش اي 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 اما يتشاف لا يتشاف يتشاف يتشافوا البونتوات ويتعاودوا بكا برولونتي القديم هذيك ودخلت بورقيبه ما بين الميتون والميتون وزوج جمعيات يتصوروا مع بعضهم لو كلوب والاسبيرون تصورين مع بعضهم صحيح كان ثم التصوير اون كوموند تطلع ليكيب اللي هز البطوله الاولى تهز البطوله وبعد تطلع ليكيب اللي هز الكوب ويهبط الرئيسي يسلم على ليكيب اللي طلعت من ديفيزيون 2 راهو كانت فما يعني ميثاق رياضي هام جدا باي. وفما يعني وجوارات يعني اللي نشوفوا فيهم هنا يتلاطخوا ودرا شنو والجمهور وكذا كان فما هذيك الحميه التنافس شي ميسي سبورتيف لكن سبورتيف محليه يخرج من الواحد بعد صحيح باش نعلق على فرح علق تفضل ماكش صحيحه برشا على خاطر اليوم
الكوارجي في تونس. كيفاش ما يسحب برشا؟ باش نقول لك عليه في تونس. شنو ذكر اللي هي قالت كيفاش توا معناتها تنجم تعرف التالون نتاعو كيفاش يكور مليح وكي هذا تقول بلي صوت على خاطر الصوره قديمه برشا. نحبك تعمل طلع على البطوله نتاع تونس وتشوف التصوير وتشوف الرداء نتاع التصوير وتشوف كاليتي نتاع لليوم 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 تشوف يصوروا بكاميرا ولا بزوز كاميرا. توا في الاوروب يصوروا ب 16 كاميرا وب 32 كاميرا. دونك لليوم البارتيات اليوم في 2020 لا لا مش امكانيات في 2020 اللي باش يتفرجوا بعد 20 سنه باش يقولوا قداش كانوا متخلفين. الور العالم تقدم عنده قداش امكانيات يا صاحبي. راهو دي لوما ودي درون راهو في ليلة كاليتي دي ليماج ما عندها حتى علاقه بال انت مثلا مخرج واختصاص الاخراج تاع نتاع نتاع الماتشوات. نحن ساعات مخرج تاع منوعه يقولوا له برا امشي للقروين ساعات ديما واش ديما برا صور في بنزرت برا كذا ويعطوه دو كاميرا وما يلقاوش بلاصه وياكلوا الضرب وكذا. اما اختصاص يعني دي درون ودي زاكس ودي لوما 16 كاميرا ولي سي دي كام يعني خدمه كبيره ياسر. عندنا حكايه امكانيات شاديه. عملنا 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 شو اسمهم لي جو هذوكم نتاع 2000 جمال 2000 انا شفتهم شفنا الماتيريال اللي هبط وشفت سامي انت ظهور الماتيريال اللي فما عندنا اللي ماتيريال في التلفزه احسن اعز كار واعز ماتيريال يمشي يمشي للبطوله يمشي للكوره فهمت معناتها ما نظنش نقصين نقصين نفسي لا فورماسيون زاده اليوم ما فماش اش سامحني سامحني لي تكنيسيان دو لا تيلي هما من احسن لي تكنيسيان الموجودين على ذاك الاعمال اللي هي رمضانيه ولا غيره افلام اجنبيه لي روبورتاج تو ترقى لي تكنيسيان دو لا تيلي سواء في البريز دو فيو والسون وغيره ياخذوهم على خاطرهم يسون لي ميور معناها ولكن ترقى ساعات فما حاجه انه اليوم مثلا فما قناه قطريه عندها الحقوق انها تعدي البطوله المحترفه التونسيه الدوري والكاس الدور تلقى الدوري والكاس عندها اونيماج عكس تبدل ترقى لو ميم ماتش في نفس الوقت في نفس النهار في نفس الدقيقه. ترقى هذا عنده كاليتي وهذا عنده كاليتي وما بيناتنا ساعات تلقى ديكادرور توانسه يخدموا في القنوات هذه يعني اي طبعا فما برشا بيان سور تحيه ليهم الزملاء برشا تحيه ليهم حريتهم الابداعيه غاديك يلقاو رواحهم اكثر خير. يلا نغم اليوم بعد شوي نرجع لكم في راسين كاري. هذه انغام سيدي وصالك ما تبعدوش.